وللمزيد من النقاش حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، معنا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. مأساة أليمة دكتور، من المفترض أن تعقد من أجلها جلسات في البرلمان وفي الحكومة وتتخذ إجراءات من أجل ذلك، لكن للأسف النصاب لم يكتمل لمجلس النواب لعقد الجلسة، فأصبحت تداولية كما جرت العادة. هل ترون في ذلك استهتارا في دماء العراقيين وأوجاعهم؟ في البداية تعازينا الخالصة لذوي أهالي الشهداء والرحمة والخلود لكل شهدائنا وخصوصا شهداء مستشفى ابن الخطيب الحقيقة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. الحقيقة البلد ده يمر بأسوأ أزماته وكوارثه، وأنا نبهت وأكدنا هذه الاحتمالات واردة منذ شهور، وعلى قناتكم الموقرة ومعك بالذات سيدي الكريم، أنه الأوضاع تزداد سوءا وأزمة النظام تتعقد يوم بعد يوم، تتعمق بدون أن نرى في نهاية هذا النفق ضوء يبشر بخير للعراقيين. الكوارث تزداد، الفواجع تزداد، المسؤولية ليست هناك وضوح من قبل لا دولة ولا مؤسسات ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا حتى كتل سياسية تدعي أنه تحمي العراقيين وتمثل العراقيين في انتخابات أقل ما يقال عنها في 2018 مزيفة ومزورة، ووصلوا إلى السلطة بأشكال مختلفة، كلها هي حقيقة ادعاء وخروقات واضحة. الشعب العراقي يعيش الآن أكثر مرارة في من الظروف المر بها نتيجة عدم، مثل ما قلت، أنه هناك وضوح وهناك أمل في نهاية هذا الوضع المأساوي. مجلس النواب حالة حال المؤسسات، حالة حال الكتل السياسية وزعمائها، لا يعبأ بشيء. المهم أنهم لو كان التصويت على امتيازات خاصة لهم كان حضروا كلهم يعني بكامل النصاب، لكنه القضية الشعب العراقي هذه تأتي في المؤخرة، لا تعني شيء بالنسبة لهم. حياة العراقيين أصبحت ليست ذو قيمة بالنسبة للكتل السياسية وأحزابها الفاسدة وهذه الطغمة المسيطرة على السلطة. لذلك مع الأسف الشديد أقول أنا العراقي الآن أصبح رقم عادي، يعني الأرقام الآن الأخيرة تأكد أنه عدد شهداء الفاجعة هذه الحقيقة وصلوا إلى 130 شهيد في مستشفى. هذا العدد كبير الحقيقة بالمقارنة مع حوادث تحدث في العالم كله، يعني كان يكون وفاة شخص أو شخصين نتيجة تقصير أو نتيجة اختلال في توفير المواد الضرورية، مثل ما حدث في الأردن على سبيل المثال، 7 وفيات، وزير الصحة يستقيل وتقوم الدنيا. لماذا لا يحصل، وهذا هو السؤال دكتور لو سمحت، لماذا لا يحصل في العراق مثل ما يحصل ويحدث في مناطق أخرى من العالم، يعني في جميع أنحاء العالم سواء كانت دول عربية أو غير عربية؟ نشاهد أن هناك بين قوسين يعني كبش فداء لخطأ ما، فليكن وزير الصحة أو وزراء من الحكومة الذين اشتركوا في هذه المأساة وهذه الكارثة، لماذا في العراق بالذات لا نرى ذلك؟ عزيزي، هذا هو الشكل من أشكال الاستهتار بقيمة الإنسان العراقي. دول اللي موجودين في السلطة الآن اللي يمثلون كتل، الحقيقة اجت القضية قضية محاصصة، هذا نظام فاسد سيء مشوه، المحاصصة تدعو كل طرف أن يحمي كتله، يحمي أتباعه، يحمي امتيازاته، يحمي سلطته، استيلاء على ثروات البلد. لذلك ما يفرط بسهولة بأي شخص يمثله في سواء كان في الحكومة أو في مجلس النواب أو أي مؤسسة أو هيئات خاصة أو لجان يشكلوها بإرادتهم وتبدأ التقاسم على أسس المحاصصة البقيتة. هذا هو المغزى. لكنه في الدول الأخرى لو كان حقيقة عندهم شعور وطني حقيقي لكان الدنيا انقلبت الآن رأسا على عقب، بأن يكون هناك حكومة طوارئ. كوارث العراق كثيرة، ليست الفاجعة فقط في هذا المستشفى، وإنما هناك فواجع كثيرة الآن، هناك أزمة
ازمه اقتصاديه شديده، هناك ازمه الكورونا بصوره عامه، ازدياد يعني استشراء الفساد، ايضا الوضع الامني، انفلات السلاح، يعني الميليشيات هيمنت الدولة، ما إلها وجود حضور واضح الآن. لذلك يجب أن تعلن حالة الطوارئ، يجب أن تشكل حكومة طوارئ بعيدة عن الكتل السياسية حتى تقدر تسير الأمور بطريقة صحيحة، بطريقة وطنية، على برنامج وطني حقيقي بعيدا عن نفوذ الدول الأخرى والأجندات الخارجية. هذا هو يفترض أن يحدث بشكل أو بآخر. وأنا أعتقد الآن الاستياء الشعبي المتصاعد، هذا أعتقد هو راح السؤال يؤدي دكتور إلى هذا بالحقيقة، هذا هو السؤال المهم. نحن نتكلم عن فاجعة حصلت في مستشفى ابن الخطيب، وهناك لا قدر الله عشرات الحالات أو أكثر ربما تحصل في مستشفيات أخرى بسبب حالة الإهمال المتوفرة. نحن نعرف ذلك، الأوضاع الخدمية في العراق مأساوية. السؤال عن حالة الغليان الشعب الآن التي تعم العراق عقب هذه الفاجعة، هل تعتقدون بأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الثورة ضد النظام الفاسد والأحزاب، مع العلم أن الثورة لم تخمد وإنما هناك استراحة محارب، هناك حالة من الترقب الشعبي لما يحصل في العراق؟ هذا هو ما نأمل أن يحدث، هذا ما نتوقع أن يحدث. جذوة الثورة مستمرة الآن في نفوس العراقيين، هناك ثورة لم تتوقف الثورة، يعني في الناصرية البطلة وفي الديوانية وفي البصرة وفي بغداد، حتى في بغداد في بعض المناطق هناك أيضا تجمعات واحتجاجات وإضرابات وقطع طرق. الحادث هذا جاء بهذا المسلسل المأساوي اللي يعيشه العراق وتعيشه الطبقة السياسية الفاسدة في أزمتها الحالية الخانقة. لذلك هذه الأزمة اللي تمر بيها هذه الطغمة الفاسدة راح تولد فعلا ردود أفعال كبيرة جدا تؤدي إلى الثورة، استمرار الثورة. ثورة تشرين لم تتوقف، ثورة تشرين لم تخمد أبدا على الإطلاق، ثورة تشرين مستمرة، والثورات ممكن أن نعم تنجز مهماتها وتحقق أهدافها، ليس بسنة أو سنتين، ممكن تطول، لكن احنا نأمل أنه خلال هذه الفترة فعلا التصاعد المد الشعبي يكون على أوجه، يكون فعلا ردود الفعل قوية جدا، لأنه الشعب العراقي الآن وصل إلى حالة فقدان الأمل، الأمل في حياة حرة كريمة بها عزة نفس، بها كرامة، بها مستقبل للأجيال القادمة. هذه نعم الطبقة السياسية الفاسدة الفاشلة لا يمكن أن تتوفر هذا الوضع، النظام فشل، النظام التحدي سقط. دكتور حامد، التحدي كبير أمام الشعب العراقي، لأن ثمة فساد أفقي وعمودي. الشعب العراقي ليس لديه من يناصر من الحكومة والأحزاب، إنجاز التعبير، كلهم شركاء في هذه المأساة التي تحدث في العراق. لذلك يبدو من الصعب ويبدو من التحدي الكبير أمام الشعب العراقي الآن. هذا صحيح، لكنه إرادة الشعوب لا تقهر، ودائما في نهاية المطاف النصر هو حليف الشعوب نعم بالعالم. الشعب الحي، شعبنا حي، أثبت أنه فعلا جدير بالحرية وجدير بالكرامة وجدير بالاستقلال وجدير بأن يأسس نظام سياسي يليق به. الشعب العراقي ضحى كثيرا على مدى عقود من الزمن، نعم الآن آن الأوان أن يحقق هذه الأهداف المرسومة في الاستقلال والحرية والحياة الحرة الكريمة. هذا هو الحقيقة الأمل إن اللي شاء الله معلقة دكتور، على كل الشعب العراقي وخصوصا شباب ثورة تشرين المباركة. نأمل ذلك. دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.